فداك العباد وجند شداد حماة أباد لخير الورى. ألو السلام عليكم أستاذ عشرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل معي. الله يحفظك، أنا معك حسام اسمي إسرائيل. حسام؟ حسام حسام. منين أستاذ حسام؟ نعم. منين؟ أنا أصلي عراقي. شيعي ولا سني؟ شيعي ولا سني؟ لا شيعي شيعي أنا. عندك رد على حلقتنا اليوم؟ إي أنت قلت أنه الصحابة وأبو وعمر نشروا الإسلام بالعراق. أنا أقول لك أيضا أمريكا نشرت الدعارة والمسيحية بالعالم. إيش العلاقة يعني؟ ها؟ إيش العلاقة أن أمريكا نشرت المسيحية والدعارة؟ ما بين سؤال يعني أنت الاثنين إيه؟ الاثنين انفجرت، لكن نشر الإسلام بالعراق وأمريكا نشرت المسيحية والدعارة. يعني أنت تعتبر أن نشر الإسلام فجر في العراق؟ وكنت تظن أنك لابد أن تعيش على المجوسية، يعني أنت زعلان أن أجدادك لم يكونوا مجوس إلى اليوم ولم يكونوا على الاسلام، ده زعلان منه؟ والله كويس انك انت زعلان من ده، تمام؟ هو اصلا ليس اسلام حقيقي. ليس اسلام حقيقي، وكيف ارتضى علي ان ينشر اسلام غير حقيقي؟ رد بقى. الاسلام الحقيقي وين؟ اجل امام علي ممتاز. مركز الاسلام بالعراق. ممتاز يا استاذ حسام، دليلك بقى انهم نشروا اسلام غير حقيقي وعلي اعترض على ذلك. يلا اتفضل. دليلك هم اساسا اقتصوا الخلافه. يا عم مش ده موضوعي، مش ده موضوعي، يعني موضوعي الان ان علموا جدك اسلام غير حقيقي، دليلك وان علي اعترض على ذلك، اتفضل دليلك. قتلوا الناس في حروب الرده، قطعوا رؤوسهم واختطفوا نسائهم في نفس اليوم في حروب الرده، هؤلاء ينشرون الاسلام؟ لا يمكن. طيب الان سؤالي واضح، دليلك اعتراض انهم نشروا اسلام مزيف وعلي اعترض على ذلك، دليلك؟ دور الإمام علي من السلمة الخلافة إجا نشر الإسلام الحقيقي في العراق. دليلك أنه نشر الإسلام الحقيقي، اديني الدليل. صفحة كذا في كتاب كذا نشر الإسلام، ولذلك جت عائشة تقتله. ليش؟ لأنه نشر الإسلام الحقيقي في العراق. يا عم اديني الدليل، أنت تقعد تخبط كثير. دليل يا عم حسام. إيه شنو المشكلة؟ أنا بدك الدليل. نشر الإسلام يعني أنا دلوقتي اسمع أستاذ حسام، يا استاذ حسام يعني انا اتكلم كلام انشائي، حضرتك هتقول لي فين الدليل على الكلام بتاعك ده؟ فحضرتك دلوقتي كل كلامك انشائي، بتقول انهم امريكا نشرت الدعاره والمسيحيه. يعني انا اسالك سؤال، هل نشرت الدعاره في بيتك بسبب امريكا ام نشرت المسيحيه في بيتك بسبب امريكا؟ اسعدتك انت جاوبت على قدر سؤالي. نشرت الدعاره في بيتك بسبب امريكا ام المسيحيه في بيتك بسبب امريكا؟ يا اخي رد على قدر سؤالي، هل امريكا نشرت الدعارة في بيتك ام المسيحية في بيتك؟ لا انا ما دخلت في امريكا ولا نشرت الدعارة عندي. وما عرفت منين ان هي نشرت الدعارة الا ما كنت جربت؟ هذا في العالم الهوموسيكشوال والدعارة كلها نشرتها امريكا. ما انت لازم تكون جربت عشان تبقى عارف ازاي اتنشرت، ولا انت بتقول كده؟ قالوا له ما ينفعش اتهام بباطل، ما ينفعش، لابد ان يكون الاتهام بدليل، اما دليل حسي او نظري او اي امر. بس مو مشكله، انت مو تجد الدليل انه الامام علي مرض الدليل على الو. ايوه اتفضل قدم الدليل. الدليل انه العراقيين من 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 تشيعوا بالامام علي وساندوا، انا معناها انهم تحولوا الى الاسلام الحقيقي. لما في عراقيين مسيحيين وفي عراقيين هندوس وفي عراقيين ملاحده، يعني لا 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 لا، هذول سنه العراق، هذول بعدين العباسيين جابوهم بالعصر العباسي الثاني. اهل العراق كلهم شيعه علي، كلهم شيعه علي ولا زالوا لحد هذا اليوم. اما السنه اللي بالعراق جابوهم العباسيين في العصر العباسي الثاني، جابوا المعتزله وجابوا الحنابله من نجد والحجاز. جابوا وربي انك جاهل، وربي انك جاهل. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ هل الشيعة تسبق المعتزلة في العقائد أم المعتزلة تسبق الشيعة في العقائد؟ رد. قمة النواصب. رد، مين الذي يسبق المعتقدات في الأولى؟ المعتزلة تسبق الشيعة في العقائد أم الشيعة تسبق المعتزلة في العقائد؟ أنا ما أفهم هذا الكلام المنمق.
شكرا ليك. روح يا حسام نام. عارفين مين حسام ده؟ حسام ده الشيعي الرافضي الملحد النصراني اللاديني المنطقي الفلسفي، بس مغير صوته، بس انا اصطدته في الاخر. اه والله هو ده، فاكرينه؟ هو نفس الشخصيه